في حاجات كده يا جماعه دايما بنبقى متفقين عليها، زي ايه يا مروه ونرمين؟ زي أيوة. دور الام والتضحيه اللي دايما بتقدمها، اذا كان بقى من سنين عمرها، في امهات بيستغنوا عن كاريرهم عشان يربوا الاطفال، ولا انت ايه رايك يا نرمين؟ بصي انا طبعا يعني انا بما اني انا ام فاكيد بجد والله مش كلام اللي هو بقعد اقول، بس هو ده دور الام، هو الطبيعي ان الام الفترة. بتقدم حاجات واحنا من واحنا اطفال صغيرين يقول لك بنجيب عرايس، واللي هو اعتبرها ان هي بنتي واقعد العب دور الام. لكن خليني اقول ان الام بتضحي في حاجات كتير جدا، لكن بنشوف ستات يا مروه انت ومي ان احنا تقول لك ايه جوزها مطلع عينيها وقارفها وبيخونها وبيضربها، تقول لك اصل انا بضحي عشان ولادي. لا انا ضد التضحيه في الحته طبعا. دي طبعا لا في يعني انا برضو بقول لكل الناس اللي بتشوفنا النهارده، في فرق كبير جدا بين دور الام ودور الزوجه. الزوجه ممكن تستغنى عن الزوج في الحالات اللي نرمين قالت عليها، ان هي ولا تتهان ولا تتضرب ولا مثلا ان جوزها ما يصرفش عليها، ولكن الامومه طبعا زي ما احنا عارفين هي بالفطره، واي ام في الدنيا بيبقى عندها تضحيات كبيره جدا لاولادها، ودي حاجه اعتقد بالفطره، يعني مش حاجه فيه تقول لك اصل دي ام حنينه ومش ام حنينه. اي ام في الدنيا بتضحي، وعايزه اقول لك ان احنا والله العظيم يعني مش عشان احنا امهات بس، احنا فعلا بنموت عشان ولادنا. دي حقيقة. يعني تقعدي تضحي وتبقي نفسك تجيبي لهم حته من السما، فده دور اي ام. دي حقيقه. خليني اقول لكم بقى قصه لطيفه جدا للاعب نادي حرس الحدود محمد محمود مندوح. اعذروني انا في الكوره ضايعه، ما اعرفش اي حد في الكوره كلها معانا هنا، انا ما بعرفش اي حاجه في الكوره. لكن والده اللاعب محمود ممدوح لاعب نادي حرس الحدود عملت لفته لطيفه جدا لما ابنها كسب، وهي الصوره قدام حضراتكم، دي مع ابنها ودي مع لاعب بقى نادي سبورتنج اللي هو الفريق الثاني الخسران. قلت لك انا ام يا جماعه، انا زي ما فرحت بابني انا عايزه اواسي الولد الثاني او الفريق يعني الثاني، لان بتقول لك انا مش عايزه ادمر حياته الرياضيه طبعا. الام كل ابنها فاز. ثانيه واحده هقول الحاجه بس معلش يا مروه، ابنها فاز في فريق وهي المفروض تبقى خلاص فرحانه بابنها. أيوة. لا هي الفريق الثاني راحت برضو تواسيهم وتطبع عليهم بالظبط. دي فعلا الست المصريه كمان غير انها تكون ام لازم بتواسي ولازم تبص للي حواليها، فدي طبعا احنا بنحييها، ولفته جميله جدا جدا من الام دي طبعا، ان شاء الله ربنا يخلي لها ابنها. وانا بقول يا نرمين ان دي الست المصريه اللي هي دايما مش ام بقى بس، اللي هي عندها احاسيس وشعور بالاخرين. بس اعتقد دي اي ست، مش ست مصريه بس، اي ام دايما مضحيه، بس والاب اكيد يعني مش هننكر الغالبيه العظمى. يعني عايزه اقول لك ان الكاميرات عليها، يعني هي عندها اعتبارات كتير المفروض تاخد بالها، لا اصل انا مع ابني، اصل احنا في الفريق اللي ضد، ما ينفعش ان انا اروح اقف اواسي. لا دي حنيه كده هتلاقيها في المصريين بس اعتقد. دي حقيقه.